بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 48. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات التوحيد لله عز وجل وذكر دليله، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. وهذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك وغير ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى، هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله هو، لا يشاركه فيها أحد، فلا أحد يخلق مع الله ولا أحد يرزق مع الله ولا أحد يدبر مع الله ولا أحد يحيي ويميت إلا الله. وهذا لم ينكره أحد من الأمم، الأمم أكثرها أو كلها مقرة به، خصوصا الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا معترفين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قرون بهذا. وهذا لا يكفي
هذا من أقر به واقتصر عليه لا يكون مسلما، لأن المشركين أقروا به ولم يكونوا مسلمين. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أنكره أكثر الخلق، أنكره أكثر الخلق، أنكروا توحيد الألوهية، لأنهم يريدون أن يعبدوا آلهة متعددة ولا يقتصرون على إله واحد، وهم المشركون. ولهذا أرسل الله الرسل تدعو الناس إلى هذا التوحيد، إلى توحيد الألوهية. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نوح عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم قالوا لأممهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأبى أكثر الأمم إلا أن يبقوا على الشرك، وأبوا أن يفردوا العبادة لله عز وجل. ولهذا لما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لمشرك العرب: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. استنكروا عليه أنه يطلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة وأن لا يعبدوا إلا الله، لأنهم يريدون أن يعبدوا الأصنام والأشجار والأحجار مع الله سبحانه وتعالى. فالخصومة إنما وقعت في توحيد الألوهية، وهو التوحيد المطلوب من الخلق. أما توحيد الربوبية فهو مركوز في الفطر، قل من ينكره من الخلق. أما توحيد الألوهية فهذا أنكره أكثر الخلق، ولم يكن عليه إلا الرسل وأتباعهم من المؤمنين، وأما الأكثر فإنهم على الشرك وأبوا أن يتحولوا من الشرك إلى التوحيد، أبوا أن يفردوا الله بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه من الأسماء والصفات. وهذا أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل من نحى نحوهم ممن نفوا الأسماء والصفات أو نفوا بعضها، ونزه الله عنها بزعمهم. وهذا شيء معلوم في كتب العقائد مدروس ومذكور. وهذه الآية وهاتان الآيتان تضمنتا هذا التوحيد بأنواعه الثلاثة. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأن الإله معناه المعبود والألوهية هي العبادة. وقوله الرحمن الرحيم هذا فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يتضمنان صفة من صفاته وهي الرحمة. وهكذا سائر الآيات التي فيها أسماء الله جل وعلا وصفاته. وفي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية، هذا فيه توحيد الربوبية،
وهي أفعال الله سبحانه وتعالى. فهاتان الآيتان تضمنتا التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقوله سبحانه: وإلهكم إله واحد. إلهكم، الخطاب لمن؟ الخطاب لبني آدم جميعا، لبني آدم جميعا. إلهكم أيها الناس، إلهكم أيها الخلق، أي معبودكم. إلهكم يعني الذي يستحق منكم العبادة. إله واحد ليس له شريك سبحانه وتعالى. فالعبادة حق لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء ولا صالحا من الصالحين. العبادة حق لله وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه، ولا يكفي أنهم يعبدونه، بل لا يشركون به شيئا. لأن العبادة إذا داخلها الشرك، خلطها الشرك، لا تكون عبادة، تبطل. فلا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت خالصة من الشرك، خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الذي خلقهم من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلهكم إله واحد، إلهكم مبتدأ وإله واحد خبر. فمعنى إلهكم أي الذي يستحق عليكم العبادة هو إله واحد، وليس آلهة متعددة كما يظنه المشركون. فالآلهة آلهة واحدة لله عز وجل، وليست آلهة متعددة كما يظنه المشركون. فهذا فيه رد على المشركين من قديم الزمان إلى أن تقوم الساعة. هذه الآية رد عليهم، أن الألوهية حق لله، إله واحد، ليس هناك آلهة متعددة. الآلهة الأخرى باطلة، فيها معبودات كثيرة لكنها كلها باطلة إلا عبادة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فجميع المعبودات التي تعبد من دون الله كلها باطلة، وليس لها من الألوهية، ليس لها من الألوهية شيء. فمن عبدها فإنه يعبد غير الله عز وجل، يعبد الباطل، وعبادته باطلة وشرك لله عز وجل. ثم أكد ذلك بقوله: لا إله إلا هو. وقوله لا إله إلا هو تأكيد لقوله: وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو، هذه الكلمة عظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، هذه كلمة الإخلاص، وهي تتضمن نفيا وإثباتا. لا إله هذا نفي لجميع الآلهة
إلا الله، هذا إثبات، إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة على اختصارها ووجازة لفظها نفت الشرك وأثبتت التوحيد، نفت الشرك عن الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له، وأثبتت الألوهية لله سبحانه وتعالى. هذه كلمة عظيمة. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله من يكفر بالطاغوت، هذا هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. وقال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء هذا معنى النفي، لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى الإثبات إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وهذا كثير في القرآن. القرآن كله يتضمن النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. أن يشفع لنا عندك، هذه كلمة عظيمة. من قالها عن يقين واعتقاد وعمل بها فهو من أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. أما الذي يقولها باللفظ فقط ولا يبتغي وجه الله، أو لا يترك عبادة غير الله، فهذا لا تنفعه هذه الكلمة، لأنه ناقضها بأفعاله، فلا تنفعه ألفاظها بدون عمل بمقتضاها، وهو ترك عبادة غير الله وإفراد العبادة لله. وفي الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. فلم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله، بل قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد مع قول لا إله إلا الله أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله، ويعتقد بطلانه أنه باطل. أما من يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، يدعو الأولياء والصالحين والموتى ويستغيث بهم، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها قيود لا بد منها. من أعظم قيودها أن يكفر بما يعبد من دون الله، ومن قيودها الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. فمعنى قوله تعالى لا إله إلا هو، لا إله، هذا يبطل جميع المعبودات من دون الله عز وجل أيا كانت، إلا هو، هذا يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لا إله إلا هو، وليس معنى لا إله إلا هو أنه ليس في الموجودات ما يعبد من دون الله، لا، فيه معبودات كثيرة تعبد من دون الله، لكن عبادتها باطلة، وإنما المقصود العبادة الحق، العبادة الحق لا تكون إلا لله. لا إله إلا هو. ثم قال الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمنان صفة عظيمة وهي الرحمة، فهو سبحانه وتعالى
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء شملت جميع المخلوقات من الآدميين وغيرهم. رحمة الله جل وعلا شملت جميع المخلوقات في هذه الدنيا، حتى الكفار شملتهم الرحمة، الله يرزقهم ويصحهم، يصح أجسامهم ويرزقهم، هذا من رحمته سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. رحمة الله واسعة. الدواب الله يرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. التعاطف الذي يكون بين الناس، المودة التي بين الناس، يعطف بعضهم على بعض، الوالد على ولده، القريب لقريبه، حتى الحيوانات تعطف على أولادها، الحيوانات تعطف على أولادها وتحبها، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا كله من رحمة الله. إنزال الغيث الذي به حياة الأرض للناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن رحمة الله لا تكون إلا للمؤمنين، أما الكفار فلا تشملهم رحمة الله في الآخرة، لا لهم النار والعياذ بالله، لكن في الدنيا تشملهم الرحمة، كما قال تعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالته فيها رحمة للعالمين، حتى الكفار، لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام ودلهم على ما فيه صلاحهم وخيرهم، فهذا من رحمة الله بهم ولم يتركهم. الله جل وعلا من رحمته أنه أرسل الرسل، من رحمته أنه دعا الخلق إلى عبادته ليكرمهم بذلك ويدخلهم جنته، مع أنه غني عنهم، لو كفروا كلهم ما نقص ذلك من ملكه شيء، ولكن رحمته سبحانه اقتضت أن الله يدعوهم إلى عبادته ويرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب لأجل هدايتهم لأنفسهم وتحصيل مصالحهم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يتركهم، بل أرسل إليهم رسله وأنزل إليهم كتبه ودعاهم إلى جنته، هذا من رحمته سبحانه، وهو ليس بحاجة إليهم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو ليس بحاجة إلى عبادتهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن ما الحكمة في كونه يدعو عباده إلى طاعته؟ الحكمة أنه يريد لهم الخير ويريد لهم الرحمة ولا يريد لهم العذاب. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا من رحمته سبحانه، الرحمن الرحيم. المقتضى الرحمن الرحيم أنه أنعم على عباده في هذه الدنيا وشملهم برحمته بأرزاقهم وأقواتهم وصحتهم وإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب ودعوتهم إلى سعادتهم ونهيهم عما يضرهم، نهاهم عن الشرك، نهاهم عن المعاصي، نهاهم عن فعل المحرمات. هذا من رحمته سبحانه، لأن المعاصي تضرهم، الكفر والشرك يضرهم، المعاصي تضرهم، المحرمات تضرهم، الخبائث تضرهم، فلذلك
من رحمته سبحانه أنه نهاهم وبين لهم ما ينفعهم وبين لهم ما يضرهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته من أجل مصالحهم. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهم، وهذا مقتضى قوله الرحمن الرحيم. ولما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ذكر الدليل على ذلك والبرهان أنه أن الإله واحد وأنه لا إله معه. ما هو الدليل؟ الدليل في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، أي لدلالات واضحة على أن الله هو الإله الحق سبحانه وأنه هو المستحق للعبادة، لأن جميع من يعبدون من دون الله لم يفعلوا شيئا من هذه الأفعال. جميع من يعبدون من جن وإنس وغيرهم لم يفعلوا شيئا من هذه الأفعال التي ذكرها في هذه الآية، وما دامت لم تفعل شيئا من هذه الأفعال فإنها لا تستحق العبادة ولا الألوهية. إنما يستحق الألوهية من فعل هذه الأفعال العظيمة. سبع آيات ذكرها الله في هذه الآية، سبع. الأولى قوله إن في خلق السماوات والأرض، هذه الآية الأولى. خلق السماوات، السماوات جمع سماء، وجمعها لأنها طبقات. السماوات سبع طبقات، كل طبقة يقال لها سماء، سبع طباق. ما بين كل سماء وسماء 500 عام كما في الحديث، وكثف كل سماء أي سمك كل سماء 500 عام. هذه السماوات العظيمة الطباق الواسعة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فأينما توجهت فالسماء فوقك، ما فيه مكان ما فوقه سماء. وإنا لموسعون، سبع سماوات بعضها فوق بعض، وكل سماء فيها سكان. وهذه السماوات فيها أفلاك تدور بالكواكب، السيارة والثوابت مملوءة بالكواكب. زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب في السماء الدنيا، وما فيها من شمس وقمر ونجوم ثابتة، وسيارة تدور في فلكها لا تختلف ولا تتصادم ولا يسقط منها شيء بنظام دقيق. هذا من بديع خلق الله سبحانه وتعالى. ثم هذه السماوات الهائلة العظيمة ليس لها عمد، من العادة أن السقف يكون له عمد، ما هنا سقف ما له عمد، السماوات ما لها عمد. السماوات سقف الأرض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا ليس له عمد، خلق السماوات بغير عمد ترونه. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، من الذي يمسكها؟ الله جل وعلا، لو تركها لسقطت على الأرض.
فهي ممسوكة بقدرة الله جل وعلا بغير عمد ترونه. ليس لها عمد وليس لها أيضا حبال من فوق تمسكها، لا حبال فوق ولا عمد أسفل، فهي ثابتة في مكانها بدون شيء بقدرة الله جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، أي لا أحد يمسكهما غير الله جل وعلا. سبع سماوات، سمك كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين الأرض والسماء 500 عام، وفوق السماوات، فوق السماوات الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وفوق الكرسي بحر، بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، بحر، وفوق البحر عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ملقاة في ترس، الكرسي أعظم من السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلس، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلس، لو أنك ألقيت حلقة في البر ماذا يكون حجمها وماذا تستغرق من البر؟ ما تستغرق شيء. الكرسي في العرش كحلقة في أرض فلس، والله جل وعلا فوق العرش فوق مخلوقاته، هذا من أعظم آياته سبحانه وتعالى. أنتم تشاهدون السماء، تشاهدون النجوم، تشاهدونها شيء، تشاهدون الشمس والقمر، من الذي خلق هذه المخلوقات العلوية؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل خلقتها الأصنام؟ هل خلقها الموتى في القبور الذين يعبدون من دون الله؟ هل خلقتها الملائكة؟ هل خلقها الملوك؟ ما خلقها إلا الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض، الأرض تحت السماء فراش، السماء بناء يعني سقف، والأرض فراش لكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني سقفا، كما في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فأنتم تفترشون هذه الأرض العظيمة الواسعة، وهي أيضا سبع أراضين، الأرض سبع أراضين، كما في الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين يتنزل الأمر بينهن، سبع أراضين. هذه الأرض من آيات الله سبحانه وتعالى. هل أحد خلق الأرض غير الله؟ هل الأصنام خلقت الأرض؟ هل الجن والإنس؟ هل الأولياء والصالحين؟ هل الملائكة خلقت الأرض؟ هل الأشجار والأحجار؟ خلقها إلا الله سبحانه وتعالى. والأرض فيها عجائب، وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض آيات للموقنين. إذا تأملت هذه الأرض جبالها ووهادها، وتأملت النباتات التي فيها واختلاف هذه النباتات، وتأملت الحيوانات والدواب التي تعيش على هذه الأرض، وتأملت اختلاف التربة، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود،
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. اختلاف ألسنتكم وألوانكم هذا من آيات الله سبحانه. إن في خلق السماوات والأرض، فكر في الأرض التي تعيش عليها، فكر فيها. أولا أنها ثابتة، ثابتة بإذن الله ما تتحرك، ولو تحركت ما استطاع الناس أن يعيشوا عليها ولا أن يبنوا عليها ولا أن يستقروا عليها. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ثابتة، انظروا إلى إذا حصل زلزال يسير، زلزال ثواني أو ثانية واحدة، ما الذي يترتب عليه من الهدم والهلاك والرعب بين الناس؟ تسمعون الزلازل الآن وماذا ينتج عنها، وهي حركة يسيرة ولا تستغرق ثانية واحدة، ويهلك بها أمم، تخرب بها ديار. لو أن الأرض كلها تموج وتضطرب ماذا تكون الحالة؟ من الذي ثبت هذه الأرض لكم وجعلها لكم فراشا ثابتة تعيشون على ظهرها وتنامون عليها وتمشون عليها؟ جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. من الذي أنبت فيها هذه النباتات المختلفة وأخرج منها الثمار وأخرج منها الزروع وأخرج منها الكلى للدواب؟ من الذي خلق هذه الأرض وجعل فيها المصالح للعباد؟ ما ألا نعتبر، ألا نتعظ، ألا ننظر في آيات الله سبحانه وتعالى؟ بس الإنسان يمشي ولا يفكر كالبهيمة؟ يجب على الإنسان أن يفكر، فكر في الأرض الذي أنت تمشي عليها، انظر في الأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. اللي ما يفكر ولا يعتبر يجيه مثل ما جاء الأمم السابقة من الهلاك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يا سبحان الله، اختلاف الليل والنهار، الله جعل الليل وجعل النهار لمصالح العباد، لم يجعل الدنيا نهارا فقط ولم يجعل الدنيا ليلا فقط، بل جعل فيها ليلا ونهارا، الليل يسكنون فيه والنهار يمشون فيه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فالله جعل الليل سكنا، جعل الليل لباسا، وجعل النهار معاشا. هذا من عجائب خلق الله. من الذي يدير الليل والنهار؟ الليل يجي في وقته والنهار يجي في وقته، إذا جاء الليل ذهب النهار، إذا جاء النهار ذهب الليل، يتعاقبان. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. واختلاف الليل والنهار، اختلاف معناه التعاقب، يذهب هذا ويأتي هذا. واختلاف الليل في والنهار في الأوصاف، الليل أسود مظلم والنهار مبصر بين، تمشي وتشوف، يدخل في الجحور، النهار يدخل في الجحور، الجحور تصبح مضيئة إسراج. من الذي جاء بهذا النهار الواضح؟ رحمة للعباد. ولو شاء الله لجعله كله ليل دامس إلى يوم القيامة، أو كله نهار ولا فيه ليل إلى يوم القيامة. فالله من رحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله.
مشابهة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ترتب على تنزيههم هذا وكذلك يختلفان في في الضياء والظلمة ويختلفان في الطول والقصر يتعاقبان يأخذ هذا من هذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار فيقصر النهار يولج النهار في الليل فيقصر الليل في فصول السنة. من الذي رتب هذا الترتيب ونظم هذا النظام الذي لا يختلف ولا يتغير منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة؟ لا يختلف دقيقة واحدة من الذي نظم هذا؟ هو الله جل وعلا. اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الفلك معناها السفن والمراكب، الفلك معناها السفن والمراكب تجري في البحر، البحر ماء والفلك ثقيلة، الفلك ثقيلة في نفسها ومحملة بالناس ومحملة بالبضائع. والآن البواخر الهائلة الباخرة تشبه مدينة كاملة، الآن مدينة كاملة، البوارج الحربية كلها تسير في البحر مع أن البحر ماء. من الذي جعل البحر يحملها؟ من هو؟ مع أن البحر ماء رقيق. من الذي؟ وحتى لو وقفت هذه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، لو سكنت الريح وقفت هذه المراكب على ظهر البحر كأنها على الأرض، ما تغوص. من الذي أمسكها؟ ومن الذي سير يسيركم في البر والبحر؟ من هو؟ هل هو حولكم وقوتكم؟ أبدا. لو شاء الله لسلط عليكم الأمواج فأرقتكم. من الذي أمسك الأمواج وأمسك البحر وجعله صالحا للسير عليه؟ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. ما أحد ينجيكم من ظلمات البر والبحر إلا الله سبحانه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس جعلها الله تحمل الناس وتحمل بضائعهم وتحمل ما يريدون وتصل بين بر وبر، لأن الأرض فيها بحار وفيها محيطات ومتقطعة، قارات متقطعة وبينها محيطات هائلة. من الذي يصل هذه القارة بهذه القارة؟ يصلها بهذه الفلك، هذه الفلك، هذا من مصالح العباد. والفلك التي تجري في البحر في البحر بما ينفع الناس، مصالح الناس. لولا أن الله جعل هذه الفلك لصار كل قطعة من الأرض لا تدري عن القطعة الأخرى، وكل عالم في جزيرة لا يدرون عن الجزيرة الأخرى فتتعطل مصالحهم. الله جعل هذه الفلك للمواصلات، بين الناس، كما أنه جعل في البر مواصلات بين المدن جعل في البحر مواصلات أيضا. هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. وهذا من العجائب أن هذه الفلك العظيمة التي كالجبال أو كالمدن الكبيرة تكون فوق الماء، محملة بملايين أو مئات الأطنان الثقيلة ولا تغوص في الماء.
إلا إذا أراد الله إهلاكها فإنها تغوص، تحدث الحوادث فيها بأمر الله سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء، أنزل الله من السماء يعني السحاب، السحاب يسمى سماء لأن كلما علا وارتفع يسمى سماء، فالمطر ينزل من السحاب. وأنزل من السماء أي من السحاب ماء وهو المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض قاحلة ميتة ليس فيها نبات، إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من الذي جلب لها المطر؟ وهذا المطر أيضا، هذا المطر أيضا يخزن في الأرض فتكون منه الآبار وتكون منه الأنهار، سلكه ينابيع في الأرض لمصالحكم، فهو فوق الأرض ينبت النبات وفي جوف الأرض يخزن لكم تحتاجون إليه في المستقبل. الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. من الذي أمسكه في هذه المخازن في الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولو شاء لغوره راح، ولرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أما تعتبرون بهذا؟ وما أنزل الله من السماء أي من السحاب من ماء أي من مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يوم أن كانت يابسة هامدة. من هو الذي فعل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة، هذا من آيات الله، الدواب المختلفة في هذه الأرض من كل دابة. فكر في أنواع الدواب ما تحصيها، أنواع مختلفة كبيرة وصغيرة ومتوسطة، أنواع وألوانها مختلفة ومنافعها مختلفة، ومنها النافع ومنها الضار ومنها الوحش ومنها المتأهل. ومن سخر الله لكم هذه الدواب في هذه الأرض، وبث فيها من كل دابة، من كل دابة دواب مختلفة. ثم من هو الذي يرزق هذه الدواب ما تموت؟ كل دابة يجيها رزقها في مكانها. من هو الذي؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فمن هو الذي دبر الأرزاق للدواب من آدميين وغيرهم؟ من هو الذي دبر الرزق؟ ما أحد يأخذ رزق الثاني، كلكم عايشين، والدواب عايشة والوحوش عايشة والطيور عايشة، وكل المخلوقات، كل الدواب عايشة هما ويأتيها رزقها. من هو الذي تكفل بهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنت لو قيل لك عش مثلا أهل هذا البلد، لو قيل لك في يوم عش أهل هذا البلد ولا غدهم ولا فطرهم، ماذا يكون عندك من الحفز ومن الخوف ومن الاستعداد ومن الله جل وعلا يعشي كل هالمخلوقات ويرزقها كلها ويغديها ويرزقها كلها، هذا بقدرته سبحانه وتعالى، ولا ينقص ذلك من خزائنه سبحانه وتعالى. ولله خزائن السماوات والأرض، ما ينقص من خزائنه شيء منذ أن خلق السماوات والأرض وهو ينفق وخزائنه ملأ سبحانه وتعالى، ما نفدك. أنت لو تنفق على أهل البلد، لو عندك خزائن مليانة ما تأخذ أسبوع إلا يخالصه، ما فيها شيء. الله ينفق على العالم كله ولا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. أليس هذا من الآيات الدالة؟ هل الأصنام خلقت هذه الدواب،
هل الأصنام رزقت هذه الدواب؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها فعلت شيئا من ذلك؟ تعالى الله عن ذلك. وين اللي بيجاوب يقول نعم؟ ما يستطيع أحد، حتى الكفار ما يستطيعون، الكفار ما يستطيعون يقولون حنا اللي خلقنا السماء وحنا اللي أنزلنا المطر وحنا اللي خلقنا الدواب وحنا اللي نرزقه، ما يستطيعون. الله جل وعلا يتحدى بهذا جميع الخلق، ما أحد يعترض أبدا، يسلمون كلهم بهذا، لكن مع هذا يعبدون معه غيره جل وعلا. وتصريف الرياح، الرياح جمع ريح، الرياح التي تهب هذه لمصالح العباد، لأنه لو كان ما فيه رياح انخنق الناس وماتوا، وانخنقت الدواب وذوات الأرواح وماتت. الله جعل الرياح لأجل بقاء الحياة على هذه الأرض، لو ينقطع الريح ماتوا الناس، ما يعيشون، يحتاجون إلى الهواء، يحتاجون إلى الهواء مثل ما يحتاجون إلى الغذاء، مثل ما يحتاجون إلى الغذاء. من هو الذي خلق هذه الرياح؟ ثم أيضا يصرفها من شمال إلى جنوب، إلى صبأ وهي الشرق، إلى دبور وهي الغرب، أربع جهات، كل جهة يأتي منها الريح. من الذي يسكر هذه يفتح هذه؟ من الذي يسكر هذه يفتح؟ يسكر الشمال ويفتح الجنوب، يسكر الجنوب ويفتح الشرق، يسكر الشرق ويفتح الغرب. وبين هذه الجهات أيضا جهات فرعية، الجهات الأصلية أربع: الجنوب والشمال والشرق والغرب، هذه الأصلية. جهات فرعية وهي ما بين هذه الجهات وتسمى النكبة، النكبة يعني ما بين الجهتين، مثل ما تقول مطلع شمس، مهب الغرب، مهب الهيف، مهب كذا، هذه فرعيات. من هو الذي يصرف هذه الرياح؟ ريح تأتي من جهة كذا، وريح تأتي من جهة كذا، ريح باردة، ريح حارة، ريح فيها غبار، ريح صافية، ريح شديدة، ريح هادئة. من هو الذي يصرفها كذا؟ من الذي يصرف هذه الرياح؟ تصريف الرياح هذا فيه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والسحاب المسخر. سحاب، سحاب هو المزن، المزن سحاب هو المزن، وهذا المزن تثيره الرياح، تثيره ثم تسوقه ثم تجمعه ثم تلقحه بالماء بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم تسوقه إلى الأرض التي يريد الله إنزال الماء فيها، فتنزل الماء في الأرض التي ساقها الله إليه. من هو الذي ينظم هالسحاب؟ السحاب رقيق مثل الدخان، ومع هذا يحمل بحار من الماء، بحار من الماء يحملها هذا السحاب الرقيق، ولا يسقط إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يمسك، العجيب أن هذا السحاب الرقيق يمسك هذا الماء الغزير، فإذا أمره الله أمطر، وإذا أمره الله أمسك. من هو الذي يدبر هذا التدبير؟ ولماذا السحاب يمطر على جهة ويمتنع من جهة، مع أنه يمر من فوقه، يمر من فوق جهة محمل بالماء ولا يسقط منه ولا نقطه، لأن الله منعه. يمر على الجهة المأمور بها فيرسل عليها الماء، ولا يصب الماء صب، بل يصب الماء ودق، ودق شر الودق يخرج من خلاله، ودق حبات من المطر، لأنه لو صبه صب على الأرض أغرقها وأفسدها، فهو يجعله قطرات، قطرات على قدر حاجة الأرض. من هو الذي وزع هذا التوزيع؟ ومن هو الذي ساقه؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وسمي السحاب من السحب، لأنه ينسحب ويسير. من الذي يسيره؟ هو الله جل وعلا.
والسحاب المسخر ما قدرت عليه مسخر، من الذي سخره؟ سخره يتجمع وسخره يحمل المطر ويمسكه، وسخره يمشي للجهة التي أمر بها. هو الله جل وعلا. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا يمشي في فلات فسمع، جاءت سحابة فسمع صوتا في السحابة يقول أسقي حديقة فلان بن فلان، سمع صوتا في السحابة يقول أسقي حديقة فلان بن فلان، فذهب يجري ويرقب هذه السحابة حتى أمطرت في شعب من الشعاب، وهذا الشعب امتلأ بالماء وساق دخل في حديقة في مزرعة حتى رواها، والرجل ينظر. فجاء إلى الرجل وهو يصرف السيل بمسحاته، جاء إليه وقال يا فلان ما اسمك؟ قال أنا فلان بن فلان، الاسم الذي سمعه في السحاب. قال أنت سألتني عن اسمي، فلماذا سألتني؟ قال أما إذا سألتني فأنا سمعت السحابة صوتا يقول أسقي حديقة فلان ابن فلان للاسم الذي ذكرت، فما تصنع بهذه الحديقة؟ يعني ما حصل هذا الشيء إلا بسبب، فما هو السبب؟ قال أما وقد سألتني فأنا إذا حصلت ثمرتها قسمتها ثلاث أقسام، قسم أدخره لأهلي، وقسم أنفقه عليها، وقسم أتصدق به على الفقراء. قسم أتصدق به على الفقراء. فشكر الله له ذلك وساق السحاب إلى مزرعته خاصة ما تعدتها لا يمين ولا شمال. من الذي دبر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. والسحاب المسخر سخر بأمر الله جل وعلا بين السماء والأرض، بين السماء والأرض. السحاب تشهونه، السحاب تشهونه يمشي بين السماء اللي هي السقف وبين الأرض التي أنتم عليها، يسير السماء ثابتة والأرض ثابتة والسحاب يمشي. من الذي يسيره؟ هو الله سبحانه وتعالى. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، أي لدلالات في هذه المخلوقات، لآيات لقوم يعقلون أي يفهمون. العقل المراد به هنا الفهم والتدبر. أما الذي لا يتدبر فهذه الآيات ما تفيده شيئا، ينظر إليها كنظر البهائم ما يستفيد منها شيء. إنما الذي يعقل هو الذي يستفيد. لآيات لقوم يعقلون، يعني يتدبرون ويتفكرون، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الآيات، يستدلون بها على قدرة الله جل وعلا، ويعرفون أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا فيه الحث على التدبر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. أنت تسير تحتك أرض وفوقك سماء، وعن يمينك وشمالك أشجار ونباتات وحيوانات وجبال ووهاد، لماذا لا تتفكر؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أما نتفكر في هذه المخلوقات الهائلة؟ لأن هذا يهدي القلب إلى الله عز وجل، ويحبب الرب إلى عباده سبحانه وتعالى، ويدلهم على أنه لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. أما إذا غفل الإنسان عن هذه الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيكم
ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ولدي عليه كفارة قتل خطأ شهرين متتابعين، صام شهرا ثم مرض مرضا طلب منه الأطباء الإفطار، ثم أكمل بشهر إلا 3 أيام ثم رجع إليه المرض فأفطر بطلب من الأطباء، فهل هذا الصوم يجزئ وما حكم الشرع فيه؟ نعم، الصوم يجزئ لأن إفطاره لعذر، والإفطار لعذر شرعي لا يقطع التتابع، فيكمل الشهرين ولو أنها متقطعة بالمرض والإفطار وليس عليه شيء والحمد لله. نعم. لي قريب طلب مني عدم السلام عليه، فما الحكم؟ سلم عليه ولو طلب منك عدم السلام، هذه معصية. طلب عدم السلام، عدم السلام معصية، والسلام طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أسلم عليه. نعم. ما هو العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، وما هو فرض الكفاية؟ نعم، العلم قسمان، تعلم العلم قسمان. القسم الأول فرض عين على كل مسلم، وهو أن يعرف أمور دينه، يعرف أمور العقيدة، ويعرف أمور أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، أحكام أركان الإسلام. هذا فرض على كل مسلم أن يتعلمه، وما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات وأحكام الوصايا والأوقاف والمواريث وأحكام الطلاق والعدد وأحكام النكاح والطلاق والعدد وأحكام القضاء، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم.